قدم استقرار في البلد، لكن المنتخب قاعد يتطور بشكل ملحوظ. شاهدنا في التصفيات قدم مباريات كبيرة، تعادل مع المنتخب السعودي. فأنا أعتقد إحنا أمام 8 منتخبات متقاربة جدا. في الدربيات الخليجية مثل ما أنتم عارفين دائما الفروقات الفنية تقريبا ذوب. فأنا أعتقد إنه صعب التوقع وما استبعد نصير مفاجأة. هل تتوقع أن المنتخب العراقي قادر على العبور من المرحلة الأولى؟ أنا أعتقد أن بناء على مستويات المنتخبات الأربعة في المجموعة خلال سنة ماضية، قطر والعراق أكثر ترشيحاً من الباقي على المستوى الفني. لكن في كأس الخليج ما في توقعات، كثير منتخبات دخلت مرشحة وطلعت من الدور الأول، وكثير منتخبات ما كانت مرشحة أبداً فازت البطولة، وآخر مثال منتخب عمان في النسخة الماضية. شكراً. حياكم الله، تشرفني فيكم.